اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. اللايف القنبله واللي غادي يهتز عليه المغاربه كاملين، المتهم بتخريب سياره هشام الملولي اللي اليوم اللي شفنا في خرجات مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هشام الملولي المثير للجدل كيخرج وكيقدم اتهامات بحق عدد من الناس اللي كيقول انهم عصابه اجراميه وانها هرست ليه السياره ديالو. اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي السيد كيقول انا اللي خربت ليه السياره باتفاق معاه وعطاني الفلوس باش يدير البوز، ولكن قررت نهضر ونقول اشنو واقع وقبل ما نمشي عند الامن وقبل ما نعطي نقدم التصريحات ديالي في محضر رسمي للامن، لانه اتهم ناس ابرياء. خويا انت معنا على المباشر مع اتصالك بقناه شوف تيفي باش تدلي بهذه الشهاده ديالك من بعد ما شفتي انه مجموعه ديال الناس تم اعتقالها الان بسبب هذا المشكل هذا او تحت راهم في التحقيق بسبب هذا المشكل هذا. شنو باغي تقولنا، شنو باغي تقول للمغاربه اليوم من خلال هذا البث المباشر؟ تفضل. اللي بغيت نقولها للمغاربه هادشي كله اللي دار هشام كله كذوب. هشام صديق ديالي وصديق ديالي بزاف، وعندي به واحد العلاقه اللي هي في مدينه فاس. كنت كنعمر في فاس في واحد لابواط، وتما كان واحد الصداقه بيني وبينه، وكنت كنجلس انا وياه ديما. مره مره كيهبطني هو من فاس كنجيو انا وياه، ولا كنطلعوا انا وياه من هنا، ولا كنسبقوا وفي الليل كنهبطوا انا وياه. من بعد هاد الشيء اللي وقع، كيفاش وقع هذا الشيء؟ كيفاش اتفقتوا؟ قرب للمشاهد الكريم، لانه سمعنا بزاف ديال السيناريوهات، سمعنا انه تسعود الناس كات كاطات. لا كلشي توهم، كلشي توهم، ما كانش شي حاجه كا ما كان لا كات كاطات لا حتى شي حاجه. واخا كنت انا وياه في فاس، جيت من بعد حطني حدا الساسيام، مشيت ناكل انايا، مشى هو الفندق ديال ترونزات، هشي السيده، ومن بعد جا مشى سطى على السياره ديالو، جيت انا وواحد السيد صديق ديالي، جيت انا وياه. نزلت هي هذيك السيارة، كان هو باقي فيها وكاينه كاميرا، هادشي راه كاينه كاميرا، كلشي كتشوف فيه كاميرا، وكاين العساس. وجيت أنايا عطاني واحد الآلة حادة اللي كان عاطيها لي، هي قال لي هرس لي الباربليز قدامي ولوراني، وما تقيسليش الكاروسري على حساب لاسورانس غادي تخلص لي، غتعوض لي داكشي، فهمتي؟ غتعوض لي داكشي وهذا. المهم ما تقيسليش الكاروسري، قيس لي غير الباربليز قدامي ولوراني. قلت له علاش، شنو هو السبب في الاول؟ قلت له شنو السبب؟ قال لي راه بغيت ندير البوز، وعندي واحد الفيديو كليب نسجلو انا وشي دري ود البرج، غنسجل الفيديو كليب، وراه نيت بغيت نطلبها الطوموبيل مهرسه وصافي، نسقس الباربريزات منا ندير البوز منا هادي، وانا غادي والخير متفقين عليه. متفق انا وياه، فين تفق؟ ما كاين حتى شي واحد. نعم اتفقنا، كنا في فاس، كنا في لابواط، كنا في فاس، جينا قنعني قنعني، قال لي كيفاش كيفاش، انا بغيت ندير البوز وبغيت ندير فيديو كليب مع شي واحد، ودابا ساعدني واشنو واشنو. ولكن هو السبت كان الطوموبيل مهرسه عاوتاني من البارشو، قال لك راه تهرست ليه في طريق لا هذيك اللي ما بين فاس ومكناس، كنت انا سابق وكنت في لابواط، وكان هو جاي عندي، كان جاي هو وشي ثلاثه البنات عندهم شي كليو، جايين تيتلاعبوا في الطريق، تيسبقهم داكشي ديال الدراري الصغار، كيسبقهم كيسبقوا كيتلاعبوا. نعم وصل قاش شي بلاكه، فاش وصل وصل مغير، جلس حدايا، قلت له مالك يا هشام؟ قال لي اودي اسكت خليها على الله. قلت له فحال اش مالك؟ قال لي راه كنا كنلعبوا انا والبنات في هذاك الطريق ديال فاس ما بين مكناس فاس، وراني قص واحد البلاكه والبارشوك تقاصلي، هي فين يطرح عليا هذا المد بان تهرس لي الباربريز وهادي وهادي، نيت باش لاسورانس تخلص كل شيء وهادي. من بعد تنشوفوا اتهم اتهم واحد الناس، واخا ملي طرح عليك هاد ملي طرح عليك هاد الفيلم كما كتقول، ودائما هادشي حساب الروايه ديالك. انا هادشي كان عندي يلعب، قال لي اودي غير الباربريز تهرسهم لي، راه بحال شي لعب، هادشي راه ماشي جريمه، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، هادي لعب درناه. قال لي اودي هرس لي هادو وهادي، بغيت ندير البوز، بغيت فهمتي؟ كيفاش؟ فيديو كليب. بغى يحرك زعما ما بقاش ريكو، بغى هو عاوتاني ما نعرف شنو بغى يصنع، بقى يدير هذا الشيء هذا، صافي رسلوا الباربريزات آلة حادة. هو راه بعلم وراه طلع بحالو لواحد العمارة، وأنا هذيك ومشيت في الطوموبيل مع السيد الصديق ديالي. من بعد لقيت اتهم واحد الناس اللي هما ولاد برج مولاي عمر، لقيتهم الناس هما قرابي اللي تيسكنوا، هما ما دايرين حتى شي حاجه، حنا كنا كنلعبوا شويه، لقيت الناس مشاو السجن دابا، اللي هما معتقلين، جوج ديال الاشخاص معتقلين. كتعرف الاشخاص هذو؟ كنعرفهم، راه كيسكنوا في الحي فين كنسكن انا.
كنعرفهم راه كنسكنوا في حي عندهم واحد كاملين. علاقه بهذا الشيء؟ لا ما عندهمش ابدا، ما عندهمش علاقه، فهمتي؟ انا كنقول كيلعب هذا الشيء، هذا الشيء غيلعب. قال لي هرس ليه وهذا على حساب البوز وعلى حساب فيديو كليب بغا يديره. في تصريح مباشر على قناه شوف تي في كيقول انه يعني راه تعرضوا ليه التسعود. لا 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 تمويه تمويه تمويه، كاينه كاميرا، راه كاينه كاميرا تما ديال لاميزو، كاينه كاميرا ديال لاميزو، كاينه كاميرا تما ديال لوطيل، كاينه كاميرا، وانا اللي درت داك الشيء وراه بعلم، هو اللي قال لي، وهذاك كان عندنا غير لعب. شحال عطاك؟ 5000 درهم، 2000 درهم بقات فاس، بقات 3000 درهم. كيفاش 2000 درهم؟ شنو درتي بها؟ شربنا بها الخمر، وجاب لي الغبره من فاس، مشى جاب لي الغبره من تما كاينه، جاب لي غرام نفحتو انا وواحد السيده، صافي هادشي اللي كاين. وجينا بحالتنا، قال لي دير هادشي هذا وهذا ورغبني، وقال لي راه الخير قدام، وندير لك قناه وندير لك هذه، وانا ما عارفش هادشي وما تنديرش في هادشي. هو اللي دخل هاد الفكره لراسي وقال لي انت هرس لي هاد البار بريزات. انا عندي غير لعب هذاك، ضربت هاد البار بريزات البار بريز يلعب، وما عمري درت هادشي هذا في حياتي، وانا معروف في هاد المدينه والناس تعرفني، ما عمري درت هادشي ابدا. راه غير معاه هو قال لي دير لي هادشي هذا، فهمتي؟ هنا سمعنا انه كاين اتهامات لاحد الاشخاص اللي كيقول ابن المدينه اللي عنده شي اقامه، اتهموا بالدعاره، اتهموا بانه عنده يد طويله، انه بزاف ديال الحوايج سمعنا. هاد يعني دابا انت كتقول لي نفس الكلام، انا صدمتيني بعدا. انا كنعرف حاجه وحده، كيعاود داك السيد وكيعاود. شوف اخ منير، اخ منير، انا عارف حاجه وحده، عارف المخزن هو اللي يدو طويله، ما كاينش شي واحد اخر اللي يدو طويله، كاين المخزن في البلاد. نعم. والمخزن راه تيعرف، المخزن راه تيعرف الاقامات وتيعرف كل شيء، وما عندناش الفساد، حنا ما عندناش الفساد، ما كنفسدوش، ما عندناش الفساد، والمخزن راه كيعرف هذا الشيء، والمخزن كيعاقب، راه الناس اللي لقاها كتفسد كيديها، راه كاين السجن. نعم. وكاين المخزن. نعم. وكاين الامن، فهمتي؟ والامن راه عارف شنو كيدير، وهذيك هذيك المسائل راه الامن. نعم. وهذيك الخدمه ديال الامن. نعم. يعني كنقولوا احنا ولينا امام عصابه مدججه بالسيوف كتهاجم سياره، يعني الامن ما كاينش. الحمد لله الامن هو تخرج زيدي خلفه، لا درتي شي جريمه تزيدي خلفه يشدوك. الامن غير هو عندنا هنا تبارك الله خدام. نعم. احنا هاد العصابات اللي عندنا فين هو الامن؟ ما كاينش. يا دابا حنا غابه ولات هادي، ماشي مدينه، ماشي، ما كاينش الامن، ما كاينش كاين الامن وما كاينش العصابات، وكان العصابات كاع ما نخرجوا حنا في اي وقيشه وندخلوا في اي وقيشه. هاد العصابه صدقتي فيها تاغا واحد بوحدك؟ كاينه كاميرا، انا ماشي كنكذب، كاينه كاميرا ديال الوطيل وكاينه كاميرا ديال البيجو. انا كنقول لك بوجهي هكا، هرس بار بليز قدامي ولوراني، ما كاين حتى شي واحد. انا قاد نمشي لعند الامن ونقول هاد الكلام هذا. نعم. باش علاش؟ باش دوك الناس يديو براءتهم، دوك الناس اللي هما معتقلين دابا ياخذوا براءتهم. ما عندهمش علاقه ابدا، وما عنديش علاقه بهم انايا، من غير هكا تنتشافوا مع بعضياتنا، راه كنسكنوا في حومه. فهمتي؟ ما عندهمش علاقه. هذاك الشيء علاش انا عيطت لك الاخ منير، باش نقول لك هذا الكلام. لو كان ما بقاش فيا الحال ما غنعيط لكش، وغنخليها هكاك، ودوك الناس غيمشيو هباء للحبس. هادشي علاش عيطت لك وبغيت نقول لك هذا الكلام هذا. نعم. بانني انا اللي مشيت هرست هذوك الدجاجات وبالعلم ديالو، وكنت انا وياه. لا غير. الان يعني وكتقول لنا انه حتى السيناريو الاول حتى هو قلت كنتسناه في فاس في لابواط، وكان تيلعب هو وواحد ثلاثه البنات جايين، كانوا في مالطا جايين طالعين لفاس. تيلعبوا في الشانطي. هو قاص بلاكا، طارت له هذاك البارشوك من مورا، عاد اقترح عليا هذا الشيء هذا، المساله ديال الفيديو كليب بغا الطوموبيل مهرسه، قال لي حقام قيوصه مقيوصه على صورانس تخلص كل شيء. واخا على حساب اقوالك دابا كتقول انك انت صديق ديال هذا السيد هذا، واش في نظرك يعني علاش هذا الشيء كامل؟ صديق ديالي وباقي صديق ديالي، ولكن هذا الشيء اللي دار راه ما عجبنيش، هذا الشيء اللي دار حاليا ما عجبنيش. انا ماشي كنقول لك ماشي صديق ديالي ولا عدويا، صديق ديالي، ولكن هذا الشيء اللي دار دابا ما عجبنيش. ما نبغيش شي واحد يظلم شي واحد، حقاش بحكم تجريب شي بحكم داكشي اللي دوز، ما تنحملش اللي حط عليا الباطل نمشي للسجن هباء. نعم. حيت هذيك البلاصه راه كنعرفها وعارفه شنو كتسوى، ما يمكنليش نظلم شي حد، حتى انا ما بغيتش نظلم دوك الناس. انا جاي باش هذوك الناس يديو براءتهم، نمشي عند الضابطه القضائيه ونقول لها راه انا ولكني بعلم هذا السيد هذا، وراه عطاني واحد المبلغ وهاشنو قال لي. هنا سؤال غنبغي نوجهه لك. مرحبا خويا. يعني صدمتينا بهذه المعطيات اللي كتقول، هذه الحقيقه. انت كنتي في راسك انه غادي نديروا هذا الشيء باش يصيفط الناس؟ انا كون عارف شنو ما غنديروش، انا ماشي مجرم، انا داك الشيء اللي دوز راه كنشري سلعه وكنبيعها، ما كانش كندير شي حاجه شي جرائم اللي كان. انا كون عارف شنو غيظلم الناس ما غاديش ندير مع هذا الشيء هذا. انا قال لي البوز وقال لي فيديو كليب سيتا، قال لي البوز وقال لي فيديو كليب وقال لي ندير القناه وندير لك، وانا ما كنفهمش في داك الشيء وما كنديرش في داك الشيء. دخل لي راسي داك الشيء، قلت هذا السيد من هكا وصديق ديالي انا رسل له الدجاجات، وقال لي ما تقيسليش الكاروسري ابدا. شحال كندير معاك؟ غير 5000 درهم. 5000 درهم، 2000 درهم راه مشات تما وبقات 3000 درهم. قرعه وجاب لي غرام د الغبره.
2000 درهم وبقات 3000 درهم. نعم. مي فاش شفت هذاك الشيء اللي دار ما عجبنيش الحال، انا عيطت لك وقلت لك شنو كاين. واخا الوقيته اللي كان كيهرس كنت كان حاضر هو؟ طلع الاقامه. عالم انك راه تما كاين، راه كاس هو في الطوموبيل هو السيده ودايز انا، راه كاينه كاميرا هو والسيده في الطوموبيل ودايز انا. دس من حداه. دس من حداه، هو نزل دخل انايا مشيت هرس لها الجيجان. راه كاين العساس، كاينه كاميرا ديال الوطيل، كاينه كاميرا ديال البيجو. علاش ما قصيتش الكاروسري؟ حبيبي هو قال لي ما تقيسش الكاروسري، قال لي قيس لي بار. لا ما تقيسش الكاروسري، قال لي هي الجاجات. قال لي الجاجه القداميه والورانيه، حتى المرايات ما تقيس لي حتى شي حاجه، غير الجاجات هما اللي تقيس. قلت له صافي، ضربت هذه جوج ضربات، ضربت هذيك جوج ضربات، مشيت بحال هادشي. صافي هادشي اللي كاين. اذا الان يعني نقدروا نسميوها صحوة الضمير، شنو نسميوها؟ تيوهم الناس، تيبغي يضحك على الامن، تيبغي يضحك على الشعب، تيبغي يضحك على بزاف ديال الناس، يسحب له هو اللي مطور، غير هو اللي تيفهم، هو اللي عنده عارف شنو يقول. لو كان كيعرف كاع ميوهم الناس. دابا انت اللي غتخدم الامن وغتقول عصابه وغتنوض جا في المدينه، شنو خصك؟ وكتكذب، كتكذب وكتخرج عينك كتقول تسعود، وقفوا قدامي وكتكذب، ماشي عيب وعار، ما كاينش كاميرا. تسعود رايح يحيدوا مدينه، تسعود اخويا منير، وتسعود رايح يحيدوا مدينه يجريوا عليها. اللي يقول لك هو انا كروشيات كيكذب. الحمد لله راه البلاد راه كاين الامن، كيكذب. لا حنايا كنقولوا بحال هاد، كنقولوا بحال هاد تسعود وقفوا قدامه. نعم. يعني تسعود وقفوا، راه شنو خصهم يديروا؟ سبعه في الطريق الوطنيه عاوتاني. كاين هو وثلاثه البنات تيلعبوا داك الشيء ديال الدراري الصغار، ما لعبش في صغره، وتيلعبوا داك الشيء ديال الدراري الصغار، تيقاصها وهذه وجاي طالع له الدم. انت عارف هادشي كان في راسك. انا عارفه، ولكني ما عرفتش بانه غيشكي بالناس او عنده شي اعداء او عنده شي ناس حقد عليهم ولا، فهمتي؟ نعم. انا ما هادشي ما ناويهش، وكو كان قال لي ولا كو كنت عارف هذاك الشيء ما غنهرش انا دوك الجاجات. ما كتعرفش علاقته مع هاد الناس ولا سبب العداء ديالو مع هاد الناس؟ لا ما عنديش انا علاقه بدوك الناس باش نعرف العلاقه ولا كنهضروا، فهمتي؟ كنهضرك عليهم اللي كتكونوا جالسين. كون قال لي عليهم ما غاديش غندير احتياط، فهمتي؟ انا ما تنديهاش فيه، ما تن يعني ما تيتحاورش معايا في داك الشيء. حتى جا داك الشيء فجاه ودخلهم. انا اليوم انا كنقول الصراحه، انا اللي هرست دوك الدجاجات. هذا اعتراف، هذا اعتراف باش هذوك الناس يخرجوا. نعم. دوك الناس ما يمشيوش، اللي هما معتقلين مظلومين، دوك اللي معتقلين دابا حاليا راه مظلومين. نعم. هذوك وصديق ديالي وبطان ديال البرش شحال من خطره كيعيط لي، وكنجي نشد له الشراب مع الدراري، كنمشي نشد له الشراب وكنعطيه له وكيمشي. شنو الخطوه اللي غدير من بعد هذا المباشر اخي؟ غنتجه للامن وغادي نقول لهم شنو كاين. غتقدم هذا المعطى؟ ايوا غنقول لهم. اه ضروري، انا مهما قلتو الا وقاد نمشي نقول لهم. ما حتى واحد ما كيهرب من الامن. نعم. انا ما نهربش منهم. والمؤسسه الامنيه مديوره باش تحمي المواطن، الحمد لله. خدمه المواطن. نعم. حتى انا راه ضرني قلبي من جهه ديك الناس، وغنمشي غنقول هادشي للامن. نعم. هادشي اللي كاين اخ مولاي. نعم. هذيك الدار اللي كان اللي مشيتي ليها تما، واش ديالو ولا لا ديال واحد السيد سيسكن في برج مولاي عمر، هو اللي عطاه له، ما عندوش السكن، سيعطيها له تيمشي يجلس فيها. هذيك اللي حطيت حداها الطوموبيل، اللي حط حداها الطوموبيل. أه. مشى دار على الوطيل، فات الوطيل ودار العماره الاولى، دخل هو واحد السيده تما، انا مشيت قال لي سير هرس لي الدجاجات، مشيت هرستها. هادشي اللي كاين. الاخيره اخي قبل ما ننهي هذا البث، عارف ان هذا الشيء يقدر يوضعك امام مساله قانونيه؟ انا قانوني. نعم. انا قانوني وبغيت القانون. نعم. فهمتي؟ وهادي دولات الحق ودولات القانون. انا ما دوك الناس ما نديش تقليدهم، اللي هما بايتين اللي هما معتقلين ما نديش تقليدهم. نعم. شفنا تصريح انه يعني باقي، شفنا واحد التصريح جديد انه كيقول انه كاينه عصابه هي باقه موراه، وكياكد على انه كاينه عصابه. شفتي هاد التصريح؟ اه شفته من مورا، وقيلا مور الماتش ياك. مع علم كاين لقاء ديالو من بعد نهايه، من بعد نهايه المسرى قال لك عصابه، وقال لك كاينه عصابه الامن وكاينه عصابه ديالو، وكلشي خلطوا عصابه وكيضرب العصابات. نعم. الامن رد عصابه، الناس يردهم عصابات، الناس حنا ما نعرف، ما فهمش انا. نعم. وحنا في دوله الحق والقانون، فينا هما هاد العصابات؟ لحد الان انا ما شفتش هاد العصابات. السي راه تيخربق، واش ما نعرف، والله ما فهمش انا. حتى الامن على البوز اخويا، على البوز وعلى الفلوس، والفلوس فين وصلت الناس؟ هاد البوز هذا ما عرف شنو ما باغي يوصل بهم. تا ولاو شنو تيقولوا على البلاد، وشوهوا البلاد، وفيها العصابات وفيها السواعده قال لك، وفيها الفساد. على هاد البوز وليتي تقول في بلادك هكا، بلادك على قبل الفلوس، وليتي تقول فيها فساد وفيها السواعده وفيها 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 وفيها، ما فيها حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه الحمد لله. تنشوفوا غير المخزن راه خدام، اللي دار شي حاجه راه كيديه المخزن. 5000 درهم اللي خديتي دابا انت، شحال كان غير ممكن انه غياخذ مورا يعني؟ واش انا خديت 5000 وغادي 50 مليون؟ انا ديت 5000 درهم وغادي 50 مليون، ودي تقليد يعني عباد الله. انه ما كانش هاد الناس، ما اتهمش هاد الناس، كانت غتمشي الامور بهذه الطريقه هذه، ما كنتش غنهضر كاع ولا غنتكلم. صافي ما عادي حجاني داك الشيء غير يلعب، يعني جوج جاجات هرسيهم راه غير يلعب.
راه الناس ما فهمتش. القضيه راه كنوليو كنسمعوا بلاغات كاذبه، كنسمعوا كلام اللي كتقول دابا على حساب الروايه اللي كتقول انت، راه مغايره لذاك الشيء اللي كيقول اخ منير. الحقيقه انت سمعتيها دابا، الحقيقه ونقولها في وجهه، انت سمعتيها دابا وغنتواجه معاه في المخزن وغادي نقول لك هذا الكلام غنقولو له في وجهه. واخا شكرا لك خويا على صراحه. هاني ماشي مشكله اخ منير. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، نعتذر على هذا الوقت المتاخر، هذا لايف القنبله اللي غادي اللي كنسمعنا على حساب التصريحات ديال هذا الاخ الان وعلى المباشر. مشاهدي متابعي قناه شوف تي في اللي كيقول انه هو اللي هرس الطوموبيل، وهو يعني وهذا الشيء باتفاق مسبق، وانه خدا فلوس وهذا الشيء كامل دايرينه من اجل البوز ومن اجل انه كسب عدد اكبر من المشاهدات. وكما قال الاخ انه هذا الشيء كامل من اجل يعني باش دخل الفلوس والاموال. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. الحمد لله دولتنا دولة المؤسسات، وما يمكنش انه يعني كل حاجه كما كنقولوا دولة حق والقانون، وهذا ما يمكنش يعني التلاعب لا بالمشاعر ديال الناس ولا بالقانون كذلك. كنشكركم لحسن لمتابعتنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. الطرف الثاني كذلك له حق الرد لمكفول قانونا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء، كان معكم مراسل قناه منير.